رجعنا من جديد في سبور ميكس، الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم مع ضيوفنا كمال بن خليل، رفقي بوستة، العرق الزيادي، وايضا مروان تيل. باش نحاولوا لباريس وين موجود زميلنا وصديقنا عبد السلام ضيف الله، اللي كان حاضر البارح في حفل تسليم الكره الذهبيه. الحفل هذا اللي اثار برشا جدل في الصحافه العالميه بعد المفاجاه الكبيره اللي كانت بحصول الاسباني رودري على البالون دور في بلاصه خاصه فينيسيوس جونيور. عبد اهلا بك. صباح النور إسلام، صباح الخير لرفقي كمال طارق ومروان، وتحية لكل المستمعين. خويا توحشنا السويت، مديدة عنا عليه، خليت بلاست. أي المدة ربي فضلك، وحب نقول لك مبروك وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق للانطلاقة الجديدة والمشروع الجديد. إسلام شكرا لك. والله باش نقول لك الصوت هذا عنا برجع عليه، صوت اونيك اونيك. ومعروف كلمه شكرا يا مال عبد السلام، رفقي معاك معروف كره القدم الحقيقيه ولا بحبيه ولا في وسطها كلها توسطها مشيت كره القدم الحقيقيه. ربي يفضلك يا رفقي، هي كره قدم حقيقيه، هي درجات يعني. تعال تلقى كره من رجله بالكدا، تعال تلقى كره مفشوشه، تعال تلقى كره ما تلقاش حتى وين تلعب بها، تعال تلقى كره هارب بها يا نلعب يا نحرم يعني. باي عبد السلام، برشا ردود افعال خلفهم الحفل البارح نتاع البالون دور، يمكن حتى اكثر مره فكرنا شويه بالكلام اللي تقال وقتها على ميسي وانيستا في وقت من الاوقات، نجم نشبههم بعضهم ولا لا؟ ولا وين نعرفك من احباء ميسي انت برشا؟ لا، من احباء ميسي، ولا يمكن ان يكون هناك في العالم محب لكره القدم ان لا يحب ميسي، بعيد عن التعصب. هو نحب نقول حاجه، انا من سنوات يعني تقريبا 14 سنه ما نصوت يعني في البالون دور عضو في لجنه التحكيم، لاول مره يثار هذا الجدل، لانه ما حصل مع ريال مدريد انه فريق باسم وحجم وعرق ونجاحات ريال مدريد يقاطع الحفل هذايا على شكل على نحو غير مسبوق، يعني خطير وغريب، خطير من ناحيه انه يهدد مصداقيه الكوره ويهدد مصداقيه العلاقات والمسابقات ككل، لانه امجاد ريال مدريد هي امجاد اوروبيه، ونجاحات سواء على المستوى الفردي يعني نجوم ريال مدريد اللي فازوا بالكره الذهبيه وابرزهم كريستيانو رونالدو، او ريال مدريد كافضل واكبر فريق متوج ب برابطة الأبطال الأوروبية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه يا نربح يا نهز الكرة الذهبية يا لا منجيش، هذا أنا في اعتقادي ما يمشيش مع المنطق. وطبعا كان تحب اسألني حتى كيف على الفوت وكيف يصير وهل هناك تأثير أو ما مسيش، أعطينا تفاصيل عبدو، أعطينا مسيش. أولا عملية الفوت، وأنا هاني على الهواء معاكم من اللي بديت معاهم توصفهم أنا تقريبا 14 سنة، ولا نهار يكلمك واحد يقول لك ولا يعطيك معطيات ولا يحاول يضغط عليك ولا يأثر وإلا يغيروا لك الفوت نتاعك. هذه شهادة، معنى النجم أنا، معنى قيس خذني أنا مقياس جزء من عملية التصويت، يعني أنا ما صارش علي ولا مرة، معنى ما صارش علي حتى مرة غير لك ولا طلب منك ولا لمح لك ولا اتصل بيك ولا عيط لك ولا إجا هكا ولا نعمل، يعني حبيت شنو اللي حبيت هو الفوت عبده كان صحفيين صوتوا اي في هذه التصويت الصحفيين صحفيين كاو ما فماش تاثير. انا اللي قلق في الحكايه اسلام انه الناس تقول لا وعمليه ومدلسه، ما فما حتى تدليس. انا كجزء على الاقل انا الصوت نتاعي لم يقع تدليس. ليش كون صوتت انت عبده؟ انا صوت الرودري. واضحة. وفهم عليش راو في الصوت الرودري راو في المقاييس. مش على خاطر الريفاليتي بين فريق برشلونة وريال مدريد. لا سبق وصوت لكريستيانو رونالدو وموجود كارفاخال وموجود جود بيلينغام وموجود فينيسيوس في التصويت، كنت النجم نحطهمش جملة ونبعدهم الكلاسمان، معنا كنت النجم نحط مثلا أنا رودري ونحط مثلا بالمو وما نعرفش أولمو وزيد زيدي وما نعرفش. علاش اخترت رودري انت؟ ومروان تيش.
صح عبد السلام يا سلوم عليك غالي. علاش اختارت رودري عبد السلام؟ يا سلوم مروان تاج ناقص وكملت له انت تاو. لا يا زلمة كل الصورة راهو في اثار الهدم. اقعد تبع الجمعة ذي تشوف الهدم. لا يا سلوم بالك في العناوين تتفرج العرض من بعد يا سلوم. رودري بيدو مش يحتاج عليك الصورة واضحة. وكان معناها كان إنسان يقول لك نسمع برشة تعليق راه اسمع أنا بيدي راوني بدا يوصل فيا السب والكلام والتعليق وبربي دعوة بالله هنا بالمناسبة راه كي يختلف معك الإنسان في الرأي ولا في التصويت راه مش نهاية العالم. شو اللي سبان الأم المتوفية ويبدأ التشتيل وكدش يعني شوية من المعقولية شوية معنا يتهدوا شوية الناس معنا يخي رأي كرة قدم رأي مسابقة عادية ربح اليوم فينيسيوس يربح العام الجاي. يعني حبيت نسألك لسؤالك إسلام مثلا ليش أنا صوت رودري؟ سهلة برشا الحكاية معنا رودري بالنسبة لي أنا في 29 سنة مع ما قدمه مع مانشستر سيتي ومع المنتخب الإسباني يكفله باش يكون هو الأفضل في العالم في 2024. علاش شنو المقاييس وبعدها نرجع لك الفينيسيوس؟ علاش أولا رودري متوسط ميدان دفاعي يقوم بكل الأدوار الدفاعية الممكنة ومن أفضل لاعبي الارتكاز في العالم وأكثر من هذايا عنده قدر على المعادة الهجومية مش في المعادة والتفوق العددي وإنما أيضا في التمريرات الحاسمة وتسجيل الأهداف وبالتالي معناها كل الخصال وبحث فنيين ينجموا يزيدوا يتوسعوا أكثر في المعطيات هذه وبالتالي فهو لاعب مثالي ومتكامل في مثل خطته معناها مع البنية الجسدية مع اللي تحب مع شخصيته رأوا فما ديكريتير إنه حتى الشخصية متاع اللاعب الفير بلاي متاع اللاعب هنا أيضا العنصر متاع النجاحات الفردية اللي هو هز البطولة في إنجلترا وهز البطولة أمم أوروبا مع منتخب الإسباني. فينيسيوس جونيور لاعب ممتاز ودرجة أولى في العالم لا شك ولا اختلاف عليه سريع أفضل لاعب رواق يعني في تو الآن في أفضل ما فماش ما أقوى منه في البوست متاعه ولكن مشكلة فينيسيوس جونيور أنه ما هزش الكوبا أمريكا مثلاً لو هز فينيسيوس جونيور كوبا أمريكا سيكون حتما هو أفضل. إيه هنا عبد نقول لك رجلي ما هز الجدة دوري أبطال. لا 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 ما هو فما مقاييس طوى مشينا من الأندية للمنتخبات أنا هوني تدخل هي عوامل لو مش ناس كل شكون فرد رأي أنا حبيت نفسر للناس اللي تسمع فينا بعض أي كل حد رأيه وبتبيع أي كل حد وكيف يشوف يا إسلام راه أنا به تراه أنت لا متوسط أي صحيح أنت تتنجم تراه طيارة على الأخر هاو نقول لك أنا الأولاد بحضرك نعملوا فوت أي يعطيني إسلام كل حد يعطيك اسم أي صحيح أي دونك معناها راهو مثلا ما فهمتش انا علاش الدنيا خاضت بالطريقه هذه على الحكايه انا راهو بشويه عقل لانه فما منطق وفما انتباع انا يعجبني رفقي وما يعجبنيش زي زياده امور نسبيه هي صحيح هكا معناها راي مثلا ما انا فيها معطيات موضوعيه اللي كنت نحكي فيها وهذوما لي كريتير اللي موجودين يعني باش تصوت ولكن فيها زاد المعطى الشخصي انا ما يعجبني زيد زياد شو نعمل اي خويا ولا انت يعجبك اكس انا ما لازم نبدل لك رايك عبدو شنو هما الكوليس اللي كانوا في الحفل البارح قال فما تصفير صار قبل ما ياخذ رودري البالون دور قال كيف كيف وقت اللي داخلين لامين يامال ظهر له لابورتا صار تصفير عليهم لا لا هفسر لك انا كنت حاضر وهذه شهاده معناها اولا لانه هم مجموعه من الشباب يحبوا يطوروا يحبوا يراو تعرف تابيروش كي يجيو داخلين يعني النجوم الكل نتاع كره القدم يعني نخبه النخبه نتاع كره القدم في العالم القدم والحاضرين معناها منهم جورج ويا البارح اللي سلم البالون دور يعني ستويشكوف عديد من النجوم نتاع كره القدم من شتى انحاء العالم كانوا حاضرين البارح شنو اللي يصير كي تعداو الوفود تعدى مثلا الوفود متاع برشلونة الوفد متاع برشلونة في لابورتا في أولمو في كوفاسي في بتباع لامين يامال فما تصفيق كبير برشا تلقى كعبة ولا اثنين عايد فينيسيوس جونيور سي نورمال باش الريفاليتي جمهور يحب ريال مدريد وقال لك تعدى رودري تعدى رودري يصفق عليه الناس فما ناس مش قابلين جملة نعطيك أنا الفرنسيس فما مش قابلين لامين
خاطر بين ظفرين البونتو اللي ماركاه يشوي في الأوروب. يقول لك عماد في التعليقات عبد السلام يقول لك بالمنطقة اللي حكيت به توا ما تشوفش اللي كارفاخال مثلا هو يستحق أكثر هذا الشامبيونز ليغ وهذا كوب دوروب زادة. لا ما هو كارفاخال إجا نحسبه هنا مثلا ملعب كبير كارفاخال موجود وعنده أرقام، ولكن شوف شنو الفرق، الفرق في المستوى الفردي في النجاعة الفردية. كارفاخال ملعب كبير وأفضل ظهير أيمن في العالم، الأكثر منه أنه أكثر أسيست، أكثر تمريرات حاسمة قدمها رودري، أكثر أهداف سجلها رودري، وعنده زوز أدوار من ناحية الدفاعية والناحية الهجومية. يعني حتى على مستوى الموبيليتي متاع جوار وتأثيره في اللعب متاع مانشستر سيتي وإلا المنتخب الإسباني، تفهم أنه فما فرق كبير في ناحية التأثير على المجموعة. كارفاخال بيهي قوي سريع يعاضد سجل الأهداف زادة مهمة، ولكن مش بنفس العدد متاع رودري. وفي النهاية أو ينجم يكون مسألة انتباعية، مسألة خاصة، أنا مثلا يعجبني كارفاخال ما يعجبنيش رودري ولا العكس صحيح. مسألة مثلا بين كارفاخال ورودري راي مسألة أرقام والعطاء متاعه في المجموعة واضح أكثر على المجموعة. والدليل انه هو القائد في المنتخب الإسباني، أبار انه قائد في اللعب في وسط الميدان في الناحية الدفاعية وفي الناحية الهجومية، وتأثيره واضح جدا وكبير جدا، وإلى جانب طبعا الشخصية متاعه، لأنه هذا لاعب يعتبر قدوة. الناس اللي ما تعرفش قصته رودري معناه إنسان ممتاز جدا، نجم تقدمه نموذج للشباب باش يقتديوا به، لأنه في النهاية كرة القدم والمستوى العالي إنه يكونوا نجوم هذوما قدوة ومنارات الناس نجم تبعهم يكونوا رمز للنجاح. مروان عندك سؤال؟ جوز بارك عم سليم تبارك الله، معناته كل شيء يحكيه ومنطقي جدا، معناته وين كنت وين من الملاعبين معناته اللي عجبوني رودري الحقيقة 5 سنين قاعد يقدم في مواسم ممتازة برشا، مكتعرف نحن العينين ديما نغزروا لتكونيات واللي قاعد يعمل ديما عليهم الضوء صحيح. وعداك علاش ديما تقعد مستغرب، خاطر رودري بالحق واستيرا كل جوارات كما نقولوا ماهمش كل ظاهرين برشا، مي يعمل فيه فور كبير برشا، لا بروف لي معناتها كان ستابل عارف كل عام ويلعب كل 36 ماتش مع السيتي. مي بار كونتر عبد السلام ممكن زاد الرا زاد مشيت انت لوسط التيرا شويه نتاع السيتي كما نقولوا رودري، وانا معاك مع الفكر، انا الحقيقه كنت فرحان برشا وكنت من احسن اللاعبين اللي عجبوني معناتها في الاوروب. ممكن زاد الرا كيفن دي بروين زاد ما عندوش تتويجات اوروبيه مثلا بحب رودري الحقيقه معناتها كيف دي بروين ملاعب برشا، واي مدرب كما قال جوارديولا يتمناه يكون معه، لكن عنده مشكل عدم الانتظام ومشكلة الجيل نتاع كيفن دي بروين وكل المجموعة الكبيرة نتاع بلجيكا في السنوات الأخرانية، إنه ما وصلوش يعملوا تتويج مع المنتخب. مع المنتخب صحيح. لذلك علاش ما وصلوش للبوديوم، أنا البوديوم في البالون دور، ولكن ملاعبي برشا كيفن دي بروين ومشكلته معناها مش منتظم برشا. والإصابات زادة في الأخر. نحب نرجع زادة نقطة أخرى، إنه اليوم فينيسيوس قال انه المشكل انه خطر هو يكافح في الـ في الـ في الميز العنصري، قال عالم كرة القدم ليس مستعدا لقبول لاعب يقاتل ضد النظام، يعني يتحدثون على في البرازيل زاد اليوم الصباح يحكي على عنصرية في الموضوع هذا. لا ما عند انا استبعد ان تكون عندها علاقة بالعنصرية، ولكن لا ننسى زاد انه راهو فينيسيوس مشاكس جدا ولا يعطي المثال لراهو شنو يدخل فيه هذيك الريتال هذايا نتاع ديسبلين وحكيت من نوع هذا الفير بلاي، جزء من اللعبه، جزء من الكريتير نتاع التصوير اكيد، انه شنو اللاعب يعطي اكزامبل للناس اللي تتفرج. فينيسيوس ديما يعيط ديما يشكي ديما ينش ديما يدز ديما يضرب، هذا يتاثر على شخصيه اللاعب. راهو شخصيه اللاعب في المستوى لازم يكون بالحق قدوة في كل شيء، يعني حتى في السلوك في علاقته بمحيط اللاعبين في بالمنافس. شوف اضرب دز عيط عمل اخر ما شوف الكلاسيكو، يعني راهو المشكل فينيسيوس راهو ملاعب كبير، خلينا نتفهم خلينا نقولها بصوت عالي، راهو ليس نقاش على موهبة فينيسيوس الفردية، ملاعب كبير برشا ومن اجود ما فما في كرة القدم يعني العالمية اليوم، ولكن في بعض الاحيان تتوفر معطيات اللي تنجم
في بعض الحين نجم نقول تحرمه من تتويج بالبالون دور، ولكن هو موجود مش تلغيله حياته الرياضية معنا. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك عبدو على كل هذه التفاصيل والإضافات، ويقول لك محمد بن حسين خليت بلاستيك إن شاء الله ترجع في موزايك. والله مرحلة وديناها توا في إتاب أخرى، تحية ليه محمد ربي فضلك قوية، وتوا اسمع فرصة أخرى أعطينا خذينا باينة غادي في تونس ونخلي فرصة. وي بابا كمان اسمعني، 10 ايام اخرين خوياك القهوه اللي ما خذيتهاش المره الاخرى، ال 10 ايام اخرين مش نجيك ونشربوها. يا خويا مرحبا بك، ومرحبا بالاولاد الكل، ويعطيك الصحه مجهود هايل وكملوا جوست خويا، ديما انا نوصيكم الاولاد ديما دزوا القدام انا بور لو بيان، خاطر راهو محوجنا انتم قاعدين تاخذوا تفكوا في بلاصتكم، محوجنا انه الخطاب نتاعنا الاعلام الرياضي انه يجمعنا نختلفوا، ولكن ندير الاختلاف نتاعنا بافضل طريقه ممكنه بما يخلق الديناميكي اللي تخلينا باش ما تصعبهاش برشا نكونوا باهيين وفعالين ونزيدوا للرياضه نتاعنا. الرياضه راهي تحرك المجتمع وتحرك الناس، شوف العالم بالبارح الجائزة نتاع البالون دور مغطي على كل الأخبار في العالم بسبب أهمية كرة القدم وتأثيرها في العالم، مش في تونس ولا في ما نعرفش، في العالم الكل يحكي على على البالون دور والكواليس هذه اللي كنا نحكي عليها. صحيح، شكرا لك عبدو، بارك الله فيك على قبول الدعوة وعلى كل هذه الإضافات اللي مديتنا بها. تعرف زيادة خلينا نسألك، فنيا رودري يستحق الكرة الذهبية، تشاطر عبد السلام في رأيه؟ لا يستحق الحقيقة، أنا بروحي معناتها من مناصري رودري، صوت يعني رودري دونك على البرفورمانس اللي قدم فيها في السيتي الحقيقه معناتها، والانتظام وشخصيته وكل شيء معناتها، راه كما كان يحكي لك توا راهو الجوار يعني ليدر، خاصه اللي يلعبوا مثلا ذوما في الجمعيات الكبار يلزم يكون اكزامبل من نواحي كل، راهو مش معناتها في انك تكون تمركي ولا تكون فعال في الليكيب نتاعك، زاد سيتي تكون اكزامبل للعباد تفرج فيك، للصغار في التصرفات نتاعك في شخصيتك. اوكي ثم حاجات راهو شوف في التيران ممكن ما تنجمش تسيطر، لا ما لازمك تتعلم تحكم تسيطر على اعصابك، لازم تدخلش في تشنجات، لازم معناتها مش من اي حاجه اللي نشوفه في فينيسيوس راهو وشوف راهو مش اي لاعب راهو ينجم يعملها، انك تبقى تشاغب ومركز في اللعب ومام طون، راهو ثم برشا ما ينجموش يعملوهم الاثنين، راهو مش اي لاعب معناتها تعرف الكاليتي نتاع الجوار سواء كان مونتال ولا حتى معناتها تكنيكمون معناتها كان حب عاد يشاغب ويخرج من الفرح. انا كريال مدريد ما فما جوارات مش من حقه هو. لا انا معك، لكن ثم جوارات راهو ساعات كي يبدا مش في نهاره يدورها معناتها هو معناتها سامحني كيما كان يحكي عبد السلام. انا شفت المعايير توا، تشوف انه سلوك اللاعب عنده دور يتعدى قبل مسيرته الفرديه قبل لهنا، تشوف الاولانيه هي العروض الجماعيه خلال العام، معناتها هو شعطى للجروب شعطى للفريق شنو هو دوره في الفريق، ثم سلوك اللاعب الموهبه واللاعب النظيف، ثم مسيره اللاعب، هذوما معناتها الكريتير. دونك هو جونيور الحقيقة معناتها صحيح قاعد يتعرض كيما برشا ملاعبية من ذوي البشرة السوداء، لكن خويا انك انت ساعات زاد راهو يبروفوكي هو من عدم، فهمت يبروفوكي مشكلة من عدم. انا من ميلش برشا لريال مدريد الحق، لكن بصراحة نشوف اللي فينيسيوس كان هو اللي يستحقها، يمكن ما نعرفش انت شنو رايك في الموضوع ده. والله ممكن يستحقها اذا كان الجائزة مشيت للملاعبي ما عملش ارقام، ولا ملاعبي ما يستحقش مثلا لو كان مشيت الهالاند مثلا يولي وقتها ظلم كبير، والحقيقة برشا يحكيوا على الظلم الجونيور، حتى حد ما يشك في قيمة الملاعبي اللي أرقامه ممتازة وفنين ملاعب رواق الأفضل في العالم، ولكن ديما جمهور الريال باش يغضب على المنح الجائزة رودري، جمهور برشلونة يعتبر رودري هو الأفضل، هذه موجودة. أنا يمكن جمهور الريال نقول كان غضبه للكارفاخال خير هاي خاطر هز كاس اوروبا اليوم وزيد العمر، مع انه غابا لا شونس مع الضغط نتاعو باش ينجم يعاود معناتها انه غابا لا شونس انه يعمل لي بيرفورمانس هذوكم، لكن هذوما مازال عندهم هذوما مازالوا. وين هو توي مثلا جاء تعليق حتى من عند صديقنا بدر الدين الطناني، يقول الصحفيين الفرنساويين يلوموا على الاسبان انه اصواتهم تشتت بين فينيسيوس وبين كارفاخال وبين بيلينغهام، هذا اللي اعطى خلى رودري هو اللي يستفيد معناها من الحكايه هذه. بيان سور اسلام، انا قلت لك انا الحقيقه
انا مع رودري الحقيقه كما قلت لك انا الجور هذا عنده لهنا بالاجماع رودري اي نعرف اي مي تبقى كما قلت لك والله غريبه النتائج البارح قبل النتائج كان سالت نفس الموضوع في بلاتو الاجماع كان لفينيسيوس اليوم تبدلت الحكايه لا احنا انا نحكي لا سلت مروان انت البارح اي ما كانش معك مروان مروان قال لك رودري هو علاش عندي نقطه نحب ممكن برشا انتقادات لانه كل ديما نركزوا على المهاجم ولا مهاجم الريوي ولا سامي وقت اللي يجي لاعب اللي يعمل الديفيرينس راه مش اول مره انا نذكر ماتياس زامر مدافع محوري نتاع المانيا 96 خذا هو الكره الذهبيه كانافارو 2006 مدافع ايطاليا هو خذا الكره الذهبيه بيكنباور حتى ليفيا شين حارس مرمى وخذاها أنا مش بالضرورة ما هي السنين الأخيرة كل السنين الأخيرة كل صحيح احنا وفما كما قلت لك فما ملعبية في الخفية خوي قاعدة تقوم بدور كبير رودري كما قولوا توا صحيح عنده 10 سنين يلعب توا وعمره 28 سنة ما يتبقى كما قلت لك معناتها قاعد معناتها المردود نتاعو ستابل لا بروف معناتها مش بالسهل اليوم تلعب أربع مواسم وتلعب الماتشات الكل في الشامبيونا مع مع السيتي مع أنترو أربع مرات بطل كيف بدر الدين اثنين رودري غاب على خمسة ماتشات عامني ولا في السيزون تاع عامني والمانشستر سيتي خسر أربع مرات فيه قلت لك قيمة ثابت علاش برشا عبيد تخسر ديما لالاند ولي ماركي صحيح معناتها لاتاكون هذيك مهمته في الميدان علاش قلت لك أنا الملاعبية هو طارق يعرف ديما الوسط التيران تلقاهم صعيب ما تراهمش برشا ديما تلقى شكون حتى اليوم تتفرج وما تتابعش الماتش يقول لك شكون ماركي ديما يقول لك لاتاكون وديما يقول لك مش نورمال معناتها هذا واللي هما ما يعرفوش العباد اللي شكون اللي قاعدين يقوموا به الملاعبية اللي هو في وسط التيران أنا أقول يستحق ممكن جينيو فينيسيو جونيور مازالت عنده الفرصة مازال صغير 24 سنة يظل من طموحه يلزم يصلح زاد حتى من رون مازال الوقت دونك عبد السلام ما ظلمش جونيور مازال عنده الوقت كمان بالخير يقول لك كيف بدبديني يقول لك حتى النومبر دابوني على انستغرام يدخل في التصويت ما فهمتش ليه علاقتها لا ما يدخلش في التصويت ذيك شوف هو معلومة من عنده هو قريب غادي في باريس وما عاش يقول لك الصحفيين يتأثروا لا ما يدخلش لا قال لك معناتها المتابعين متابعين نتاعو عاد اذا كان صحافي معناتها محترف وفريمون معناتها اللجنه نتاع الكره الذهبيه عطاتو لوبورتونيتي ولا شونس انه باش يصوت يدخل على انستغرام مره جايه تو نلقاو ندرا شكون لا بلا جوست كلمه بركه كلمه خاطر قبيله ما خديتش كلمه على الاتحاد الرياضي المونستيري الحقيقه اسلام جوست بركه كلمه الحق في الرئيس امير حزم الحقيقه نعرفوه السيد هذايا معناتها ماهوش رجل اعمال كبير تبقى معناتها اليوم ظروف ماديه في الاتحاد الرياضي المونستيري اللوم شويه على جماهير الرياضي المونستيري اللي كي نشوف معناتها الفريق كل عام وقاعد يقدم في موسم طيب اليوم كان جات الظروف اكثر ما توفرته في الاموال ممكن راهو في الاتحاد المونستيري افضل من هكا مي حاجه للمساتريه نعرف اليوم فريق بيع ابرز الملاعبيه اللي عنده كيما ايت مالك وهشام بكار و بشير بن سعيد ممكن على قليل يدزوا مع جمعيتهم بالاشتراكات نتاع معناتها رفقي ايش حاب تقول؟ لا النقطة سؤال علاش مش مدربين مثلا يصوتوا في فرنسا فوتبول علاش بركة صحفيين حاطين انا نتصور لو مدربين تاع الفيفا جائزة الفيفا فيها مدربين فيها صحفيين فيها نتائج خاطر هي تاريخيا في الكرة الذهبية نتاع شكون اللي انشا فرنسا فوتبول مجلة كانت تنجم تستانس بالكفاءات وتصور تنجم تتغير النتائج شكرا لك رفقي بو سته شرفنا بحضورك اليوم طارق الزيادي بارك الله فيك يعطيك الصحه كمان بالفريق شكرا جزيلا ايضا مروان تاج ثنائي اللي صنع الحدث البارح في التشالنج وهزيمه طالب روفونش وانا ما عادش لاعب في التشالنج خليك هيك لا الحقيقه اسلام تبارك الله الميسيون البارح عملت عليها كيف شكرا للكل في الاخراج نتلقى غدوه في نفس التوقيت من 11 النصف نهار ونص